السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الأول الإعدادي حبايبي، إن شاء الله دي مراجعة ليلة الامتحان. هسيب لكم المذكرة في وصف الفيديو عشان خاطر تقدروا تصوروها وتقدروا طبعا تحلوها معايا وإحنا شغالين. قبل ما نبدأ يا ريت تسمعونا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا ما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب في القناة. أنا مستر حمد الحارس على بركة الله، يلا بينا نبدأ أحبتي. السؤال الأول هنا طبعا هنا بيقول لي إيه choose on vocabulary، طبعا اختياري على الإيه، على الكلمات، على الإيه الكلمات والمفردات. هنا بيقول I always not my teacher، أنا إيه دايما مدرسيني. I always go listen to ولا play ولا do، ها يبقى هنا هنقوله إيه يا حبايبي؟ أيوة اللي هي listen to. listen to my teacher اللي هي أستمع إلى معلمي، إن هو بيستمع للمعلمين يعني. خلاص الجملة دي مهمة جدا. Do you not swimming after school؟ Do you A do swimming, play swimming, listen swimming ولا go swimming؟ الإجابة هنا يا حبايبي هتبقى إيه؟ أيوة هتبقى go. طب go، طب ليه يا مستر؟ بصوا حبايبي أنا عندي الألعاب اللي فيها كرة بتاخد بلاي، خلاص الالعاب اللي فيها اي ان جي، اللعبه اللي منتهيه باي ان جي بتاخد جو، خلاص. طيب الالعاب اللي هي العاب القوه بقى، العاب القوه خلاص دي بتاخد دو، دي بتاخد ايه يا حبايبي؟ بتاخد دو، خلاص بتاخد ايه؟ دو اهيت عشان خاطر ايه انتوا شايفينها، ايوه بتاخد دو. يبقى الاجابه هنا هتبقى جو عشان خاطر سويمنج فيها اي ان جي، بقى الالعاب اللي فيها اي ان جي بتاخد جو. اوكي بعد كده بيكمل وبيقول لي هاني لافز باسكت بول، هي نقط ات افري داي. باسكت بول دي كرة القدم، الإجابة بقى هنا هتبقى جوز ولا بلايز ولا داز. طب سبت دي إلي يا مستر، احنا طبعا الأفعال اللي معانا هيلعب جو وبلاي وداز، ها دي كرة الباسكت بول يبقى هنا هناخد بلايز. ليه يا مستر؟ عشان فيها كرة، فيها بول، فيها إيه؟ فيها كرة. لحظة واحدة هقفل بس التليفون، يعني أنا مدخلكم في المود معايا أهوت. هنا بيقول لي ماي فازر نقط فوتبول ماتشز اون ذا راديو، ها بابا عايز اقول بيستمع الى ماتشات كره القدم في الراديو، يبقى هنا هنقوله ايه؟ داز ولا بلايز ولا ليسنز تو ولا داز؟ داز متكرره، يبقى الاجابه هنا هتبقى ليسنز تو، يستمع الى، خلاص. هنا بيقول لي ماهر، خلاص ماهر نقط فولنتري ورك ات هوسبيتال، خلاص ها كلمه فولنتري ورك اللي معناها عمل تطوعي، عمل تطوعي، ها بتاخد ايه؟ داز ولا جوز ولا بليز ولا جوز؟ ها الاجابه هنا هتبقى كلمه داز، لان انا عندي فولنتري ورك بتاخد كلمه دو، احفظوها مهمه جدا جدا جدا. يور مام اور داد سيستر از يور ايه، ها عايز اقول اخت باباك او اخت مامتك اسمها انت ولا جراند ماذر ولا سيستر ولا وايف؟ الاجابه هنا هتبقى ايه يا حبايبي؟ هتبقى كلمه انت، هتبقى كلمه ايه؟ انت اللي هي العمه او الخاله، العمه او الايه؟ او الخاله. يور مام اور داد's ماذر از، الجمل دي هيجي منها في الامتحان عشان بس تبقوا واخدين بالكم، الجمل دي هيبقى ليه هتيجي في الامتحان. يعني نكمل بس صلوا على النبي. ها الجمل دي مهمة جدا. Your mom or dad's mother، مامة باباك أو مامة مامتك اسمها cousin ولا sister ولا grand mother ولا aunt؟ أيوة تيتا اللي هي اسمها إيه؟ grand mother. grand إيه؟ grand mother. Your brother is your parents إيه؟ أخوك يبقى إيه لوالديك؟ ها son ولا daughter ولا uncle ولا grandfather؟ أيوة الإجابة هنا هتبقى son. son دي معناها ابن، ودوتر معناها ابنة، وانكل طبعا عم او خال، وجراند فازر اللي هو ايه؟ جد. اوكي يور مام اور دادز براذر، اخو باباك او اخو مامتك اسمه ايه؟ خاله او عمه، ها يبقى انت ولا براذر ولا انكل ولا فازر؟ الاجابه طبعا هنا هتبقى كلمه ايه؟ انكل، معناها ايه؟ عم او خال، عم او ايه او خال. رقم 10 هنا بتقول يور سيستر از يور بيرنتس ايه، اختك تبقى ايه لوالديك؟ انت ولا دوتر ولا انكل ولا جراند ماذر؟ ايوه اختك تبقى ابنه ابوك وامك اللي هي دوتر، اللي هي ايه يا حبايبي؟ دوتر. بيقول لي يور مام اند داد ار يور ايه، بابا وماما دولت بنطلق عليهم لفظ اللي هو جراند بيرنتس ولا انكلز ولا بيرنتس ولا جراند سونز؟ ها الاجابه هنا هتبقى بيرنتس اللي هم الوالدين، الوالدين ربنا يبارك لنا فيهم عموما، اللي حي ويرحم اللي ميت.
هنا بيقول لي your aunt and uncle's child is your ابن عمك وابن عمتك وابن خالك وابن خالتك اسمه ايه؟ في كلمة واحدة في دول كلهم اسمها كلمة cousin ابن العم ابن الخال ابن العمة ابن الخالة بنت العم بنت الخال بنت العمة بنت الخالة تمن معاني للكلمة دي. Your father and mother are your not father ومother دولة اسمهم ايه؟ grandparents ولا great grandparents ولا parents ولا grandchildren ها father ومother اسمهم parents ممكن يبقى لك dad and mom زي ما قلنا في الجملة اللي فوق دي dad ومام او father ومother تيجي كده وكده. Your aunt and your uncle's daughter is your aunt and uncle's daughters بنت خالك وبنت عمك خلاص وبنت خالتك وبنت عمتك اسمها ايه؟ كلمة واحدة قلناها للثمان معاني اللي هي كلمة cousin اللي هي كلمة ايه يا حبايبي؟ cousin. الحاجات دي بتيجي في الامتحان. This is a picture not at my school عايز اقول صورة لمدرستي ها a picture at my school on my school of my school in my school of اللي هي ايه؟ of a picture of خلاص. My mom is a not she works at school شغالة في مدرسة تبقى شغالة ايه؟ pilot طيار teacher mechanic ولا chef ها اللي شغال في المدرسة اسمه ايه؟ ايوه teacher معلم او معلمة معلم او ايه يا حبايبي؟ او معلمة. نكمل مع بعض. A child who doesn't have a father or a mother الطفل اللي ما عندوش اب وام is called a member ولا organ ولا orphan ولا cousin ها اللي ما عندوش اب وام اسمه orphan يا حبايبي orphan اللي هو يتيم خلاص. A او an e is a simple room at the top of a house الجمله دي مهمه جدا وبتيجي في الامتحانات خلاص. الاوضه اللي بتبقى في ايه في قمه الايه البيت او في سطح البيت اسمها ايه bathroom ولا kitchen ولا attic ولا tower ها الإجابة هنا هتبقى كلمة أتك أتك دي معناها صندرة أتك دي معناها إيه؟ صندرة أوكي؟ نكمل. Your parents, brothers and sisters are called your family إيه؟ الأباء والإخوة والأخوات البنات دولت اسمهم إيه؟ بتوع العائلة friends ولا members ولا cousins ولا orphans أيوة الإجابة هنا هتبقى members family members اللي هم أعضاء أو أفراد أفراد أو أعضاء خلاص كلمة دي معناها أفراد أو أعضاء. Egypt, Morocco and Iraq are Arab إيه؟ مصر والمغرب والعراق دول بلد عايز أقول بلدان عربية تبقى cities ولا towns ولا villages ولا countries أيوة الإجابة هنا تبقى كلمة إيه countries اللي هي دول خلاص. Students study not seas and rivers in geography ها numbers music vocabulary mountains ها الطلبه بيدرسوا ايه بيدرسوا البحار والانهار وايه في الجغرافيا ايه تاني في الجغرافيا ها هل الارقام ولا الموسيقى ولا الكلمات ولا الماونتينز ايوه اللي هي الماونتينز الجبال التضاريس يعني مقصود بها الايه التضاريس مقصود بها الايه يا حبايبي التضاريس. They like reading not stories because they are exciting and dangerous بيحبوا قراءه القصص الايه اللي هي مثيره وخطيرة ها كوميدي هيستوريكال ادفنشر ولا فان اللي جاب هنا تبقى ايه ايوه ادفنشر قصص المغامرات قصص الايه يا حبايبي المغامرات. هنا بيكمل وبيقول لي you can look at the نقط to know how many lessons you will have today بص عليه عشان تعرف انت عندك كام درس النهارده. بنعرف الدروس من ايه من الديسك ولا تشير ولا تايم تيبل ولا باك اللي جاب هنا طبعا هتبقى كلمه ايه تايم تيبل تايم ايه يا حبايبي تايم تيبل اوكي. رقم 24 بتقول لي she eats not food so that she can study strong gymnastics stay strong gymnastics خلاص يعني تقدر تلعب ايه العاب الايه القوه. healthy بتاكل طعام healthy ولا unhealthy ولا dirty ولا bad ها الاجابه هنا تبقى طبعا كلمه ايه healthy بتاكل طعام صحي بتاكل طعام ايه صحي لذلك بتلعب العاب الايه القوه. gymnastics is a difficult sport not it makes her happy رياضة طبعا الجمباز ده رياضة صعبة جدا عايز اقول بيجعلها سعيدة يبقى ايه so لذلك but لكن because ولا or ها عايز اقول لك انه يجعلها سعيدة طبعا الجمل ايه جمل اعتراضية سوري جمل فيها تناقض بس تناقض ايه منطقي. هنا بيقول لي choose on grammar
خلاص اختياري طبعا على الايه على الجرامر. يلا بينا نشوف هنا بيقول لي which bag is. بصوا حبايبي احنا قلنا ان في حاجه اسمها ضمائر الايه الملكيه. ضمائر الملكيه هنشرحها سريعا هنا كده، ركزوا كده معايا. انا عندي في حاجه اسمها ضمائر الملكيه، اوكي. ضمائر الملكيه اللي هي ماين وهز وهيرز ويورز واورز وزيرز. مالهم دول يا مستر؟ دول بسيط جدا يا حبايبي ومهمين جدا. دول كده بهي تاتي في اخر جمله، تاتي في اخر الجمله، تيجي في اخر الايه الجمله. وخلي بالك لما تلاقي اي بتاخد ماين، هي بتاخد هيز، شي بتاخد هيرز، يو طبعا ده حرف الار، يو بتاخد يورز، وي بتاخد اورز، وزي بتاخد زيرز. وزي بتاخد ايه؟ زيرز. زي سوري اهيت، زي بتاخد زيرز. طب يا مستر ممكن ماي وهم وهير ويور واور وزير تاخد الحاجات اللي احنا قلنا ايه قلنا عليها. الحاجات دي بتيجي في اخر جمله لتوضيح الملكيه، للملكيه. عايز التفصيل في فيديو انا هسيبه لك في وصف الفيديو طبعا ايه شرح الحاجات دي. ركز بقى كده معايا، الجمله هنا بتقول لي which bag is. انا عايز طالما الاختياري في الاخر وجايب لي ضمائر، يبقى انا ضمائر وصفات حاجات شخصيه، يبقى انا هاخد ضمير ملكيه. يبقى هنا تبقى هير ولا اور ولا يورز ولا زيرز. خد اللي فيها حرف الاس، خد اللي فيها حرف الايه الاس، او كلمه ماين هنا. طب خد اللي فيها حرف الاس اللي هي طبعا كلمه ايه يورز. اي شنطه ملكك، اي شنطه من دول ايه ملكك. الثانيه بتقول ذا فوتبول از، ذا فوتبول از نقط، بات فوتبول، ذا فوتبول دي معناها الكوره نفسها، مش الكوره، خلاص الكوره يا جماعه. But the tennis ball is my sister's. عايز اقول كرة القدم بتاعتك، لكن كرة التنس بتاعت اختي. بتاعتك او بتاعتي، ها بتاعتي تبقى ماين، بتاعتي تبقى ايه؟ تبقى ماين، تبقى يا حبايبي ماين. خليك معايا. That is my grandfather's car. عربية جدي. It's جدي نقوله hers ولا yours ولا his ولا your. ايوه الاجابة هنا هتبقى his. ليه يا مستر؟ عشان دي اصلا اصلها هي. واحنا قلنا هي في ضمائر الملكيه تاخد هز. هنا بيقول لي زوز ار ماي فريندز بايسكلز، العجل ده بتاع صحابي، العجل ده بتاع مين؟ صحابي. زي ار نوت بايسكلز، هنا عايز صفه ملكيه. صفات الملكيه يا مستر اللي هي ماي وهز وهير واتس ويور، خلاص اهمت، واور وزير. دول بيجوا فين يا مستر؟ بيجوا قبل الاسماء، بيجي بعدهم اسم، بيجي بعدهم ايه يا جماعه؟ اسم. هنا ادي الاسم بايسكولز، طب يبقى انا هنا عايز صفه ملكيه، تبقى زم ولا زير ولا زيرز ولا زي. الوحيده في صفات الملكيه من دول اللي هي كلمه زير، يبقى ادي ناخد كلمه زير ديت. اوكي؟ الشرح هتلاقوه في الفيديو، مهم جدا جدا، فيديو طويل عن الوحده الاولى، بس اسمعوه هيبقى كويس معاك. This is not your book، الكتاب ده مش بتاعك. It's ماي ولا ماين ولا مي ولا اي، اخر الجمله يبقى ضمير ملكيه تبقى ماين. تبقى ايه يا حبايبي؟ تبقى ماين. خلي بالك من الايه؟ من الحاجات دي. اوكي؟ هنا بيقول لي ذا بن دازنت بيلونج تو يو، القلم ده مش بتاعك، بيلونج تو ينتمي الى. ات ازنت نقط بن، طبعا بن ده اسم، يبقى انا عايز قبل الاسم صفه ملكيه، تبقى يو ولا يور ولا يورز ولا زير. وبعدين هنا بيقول لي يو، طبعا زير مش هتمشي، يبقى الاجابه هنا هتبقى يور. طب يا مستر ما خدناش يورز ليه؟ يورز بتيجي في الاخر، انا عندي بن هي اللي في الاخر. اوكي؟ بيكمل هنا وبيقول لي ذا راديو بيلونجز تو ماي ماذر، الراديو ده بتاع ماما، ملك ماما، ينتمي الى ماما. اتس النقط في النهايه، يبقى انا عايز ضمير ملكيه من اللي بينتهي بحرف الاس. طب يا مستر ده انا عندي اس واس واس، ماما اصلها شي، وانا قلت شي بتاخد ايه؟ بتاخد هيرز، شي بتاخد هيرز يا جماعه. The classroom is for me and my classmates، الفصل ده بتاعي وبتاع زمايلي. It's not classroom. المتكلم الجمع، المتكلم الجمع بيبقى ايه؟ هير ولا اور ولا يورز ولا زير؟ طبعا انا عندي يورز دي غلط عشان خاطر بتيجي في الاخر. طيب انا واصحابي، يبقى نحن، يبقى بتاعنا ملكنا فصلنا تبقى اور، اور كلاس روم. I have got one sister، انا عندي اخت واحده. عايز اقول اسمها ده اسم، الاسم بيجي قبل منه صفه ملكيه، تبقى his name، their name، my name، her name، بنت،
تبقى ايه؟ تبقى هير نيم. تبقى ايه يا حبايبي؟ هير نيم. هتبقى هير نيم، ركز كده معايا. My name is مصطفى، اسمي مصطفى. Not father is called أحمد، عايز أقول اسم بابا أحمد. تبقى I father، my father، me father، mine father. طبعا mine غلط، me دي بتيجي بعد حروف الجر والأفعال اللي هي ضمائر المفعول، يبقى الإجابة هنا هتبقى my عشان ده اسم، my father أبي. خلاص، هنا and محمد are not parents. هنا ومحمد مالهم بقى؟ him parent، she parent، my parent، me parent. طبعا دي مع الافعال وحروف الجر، ده اسم. طبعا دي بتيجي في اول الجمله، دي في النص غلط، ودي نفس الكلام افعال وحروف جر، يبقى الاجابه هنا هتبقى my. هنا ومحمد هما ايه؟ والدي. خلاص، صحر وايه وعبد العالي خلفه ما اعرفش ايه في المسرحيه. وي هاف وان كازن، تمام، احنا عندنا ابن واحد او ابنه واحد، ابنه عم واحده او ابنه خاله واحده حبيبه. نوت بيرنتس ار ماي انكل اند انت، عايز اقول ابويها هم عمي وعمتي، خالي وخالتي. ها ابويها تبقى هير بيرنتس، خلاص، لان ده اسمه، الاسم بيجي قبل منه صفه ملكيه. صفه ايه يا حبيبي؟ ملكيه. هنا بيقول لي نقط نيمز ار معاذ اند بارا، ها يبقى زير نيم، زي نيم، زم زم نيم، زير نيمز. طبعا ده اسم، الاسم ما بيجيش طبعا قبل منه ضمير فاعل، ما بيجيش قبل منه ضمير ملكيه، ده بيجي في الاخر. يبقى فاضل لي زير وزم. زم بيجي بعد منه افعال وحروف جر، يبقى الاجابه هنا هتبقى زير، دي هي الاجابه الصحيحه. فاهمين يا حبايبي؟ يا رب ان شاء الله تقفلوا ماده الانجليزي. We can't come on Sundays. Not on Sundays. Not brother's birthday. ها زير ولا يور ولا اور ولا اورز؟ الاجابه هنا هتبقى ايه؟ ها We can't come on Sundays. ايه؟ On Sunday. خلاص؟ Not brother's birthday. خلاص؟ الجمله فيها غلطه على فكره، الجمله هنا فيها غلطه. We can't come on Sundays. On Sunday. خلاص، خلاها ايه؟ خلاها كده It's. خلاص، It's. عايزين هنا حاجة بقى هتبقى Your brother's ايه؟ Brother's birthday. جملة فيها غلطة واحنا كده صححناها. This house is not, it belongs to us. بينتمي لينا. يبقى ايه لما يكون الضمير في اخر الجملة؟ يبقى ايه؟ Your ولا ours ولا my ولا mine؟ ها أص دي هتاخد ايه؟ تاخد اورز. تاخد ايه يا حبايبي؟ اورز. بنكمل هنا وبنقول مستر اسلام تيتشز نقط انجلش. تيتش ده فعل، انا عايز ايه بيجي قبل الفعل؟ تيتشز هي ولا هز ولا اص ولا هير؟ ها عايز اقول الاستاذ اسلام بيدرس لنا، يدرس لنا نا 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 نا. تبقى اص. تبقى ايه يا حبايبي؟ اص. تيك نقط بوكس علي، تيك هيز بوكس علي، take your books علي، take your books ولا take my books. عايز اقول خد كتبك يا علي. العلامه ديت معناها يا، معناها ايه يا حبايبي؟ يا ادب نداء، يبقى your، لان اسلوب الامر دايما بيبقى موجه لك او لكم. خلاص، افتحوا مثلا كتبكم او افتح كتابك. I always not programs about history and geography. I always ايه؟ في حاجه اسمها فاعل تو لاف، دي غلط تماما. طيب اي بيجي بعد منها مصدر، يبقى انا عندي اللي فيها اس او اي اس دي غلط، والويز دي مضارع بسيط يبقى لاف غلط، تبقى الاجابه هنا لاف. فكر بالطريقه دي، الثانوي محتاج الكلام ده، محتاج انك تبقى فهلاوي في التعامل مع الجرامر. Children not to go children not to school early every day. مضارع بسيط، يبقى انا عايز هنا مصدر او مصدر اس اي اس او مصدر اس اي اس. عشان children هنا جمع هناخد مصدر، تبقى goes ولا go ولا going ولا to go. طبعا دي مضارع بسيط، every دي مضارع بسيط اللي هو present simple، يبقى الاجابه هنا هتبقى go. children go to school early every day. محمد sometimes not computer studies at school. ها يبقى هنا sometimes دي مضارع بسيط، وانا قلت لما الاقي كلمه من كلمات المضارع البسيط always sometimes never often usually occasionally، الكلام ده كله باخد مع مصدر اس اي اس مع المفرد او مصدر بس مع الجمع. محمد مفرد، تاخد ايه؟ تاخد كلمه has. تاخد كلمه ايه؟ has. اشرف not eat too much rice. it's a good habit.
ها دي عادة صح، عادة يعني ايه حميدة او عادة كويسة. يبقى اشرف دونت، اشرف ده مفرد ما تاخدش دونت. طبعا ايزنت غلط، لان ايزنت بيجي بعد منها اي ان جي، وده مش اي ان جي ده مصدر. فاضل الاثنين وونت ولا دازنت، الاجابه هنا هتبقى دازنت لاننا بنتكلم في المضارع. اشرف ما بياكلش رز كتير ودي عاده كويسه. ينفع نقوله اشرف مش هياكل رز كتير ودي عاده كويسه؟ لا هي مضارع طبعا، دي هتبقى غلط لان دي مستقبل. دي ايه يا حبايبي؟ مستقبل. نكمل مع بعض. In Egypt students not go to school on Friday. ها الطلبة بيروحوا المدرسة يوم الجمعة في مصر. Usually always never sometimes. أنا هنا بنفي، يبقى باخد كلمة never معناها أبدا. معناها إيه يا حبايبي؟ أبدا. منى always not her mother in the kitchen. هيلبت ولا هيلبنج ولا هيلب ولا هيلبس؟ اولا منى مفرد ما تاخدش مصدر، ومفيش حاجه اسمها فاعل اي ان جي. فاضل الاثنين هيلبت وهيلبس. طب اولويز مضارع بسيط، يبقى انا عايز مصدر اس اي اس مع المفرد، يبقى الاجابه هنا هتبقى كلمه هيلبس. افهم افهم الموضوع بسيط، افهم انت تقدر تبقى بريمو في الانجليزي. The sun always not in the morning. على فكرة مش لازم ان انا اقول كلمة always دي، طبعا وهي مضارع بسيط. تبقى rises ولا rise ولا is rising ولا rising. طبعا مفيش حاجة اسمها sun rising. وطبعا دي حالة علمية، والحالات العلمية مش مضارع مستمر. والصن مفرد ما تاخدش rise، تاخد rises اللي فيها s او es. اهو مصدر s او es. اوكي هي دازنت اوفن. انا عندي يا جماعه دونت ودازنت، دونت ودازنت، دول ادي دونت ودازنت بيجي بعد منهم المصدر. تمام تبقى ووكس، ووكينج، ووكت، ووك. المصدر هنا اللي ما فيهوش اضافات اللي هو ووك، اللي هو ايه يا حبايبي؟ ووك. هنا رقم 26 بتقول لي وات تايم داز سكول نوت افري داي. انا قلت دو داز وديد يا جماعه بيجي بعد منهم الايه؟ المصدر. تبقى ستارت، ستارتنج، ستارت، ستارتد. اي دي غلط، اس غلط، اي ان جي غلط. المصدر بيبقى بدون اضافات، تبقى ستارت. تبقى ايه يا حبايبي؟ ستارت. بيقول لي هنا ريد اند كوريكت ذا اندرلاين ووردز، صحح الكلمات اللي تحتها ايه خط. ذيس ازنت هيرز دريس، انا هيرز دي بتيجي في الاخر، يبقى انا عايز هنا ضمير ملكيه، صفه ملكيه، نشيله حرف الاس تبقى هير. This is her dress. This is my new house. نفس الكلام، اسم mine دي في صفة الملكية تبقى my. راجعوا الفيديو يا جماعة بتاع أولى إعدادي الوحدة الأولى، الفيديو الوحدة كلها على بعضها ساعة وحاجة يعني. This is my new house. طبعا دي ايه متكررة، هتبقى برضو ايه my. Our house is next. Next اسمها next ايه يا حبايبي؟ كلنا حافظينها. Next to. Next ايه؟ to. ينفع نقوله فيها اس او اي اس بلايز؟ لا بلاي. اوكي؟ اي دازنت بننفي مع الجمع، طبعا اي مفرد اصلا بس في المضارع البسيط مع النفي بتبقى مع النفي والاثبات بتبقى في الجمع، يبقى دونت. يبقى ايه؟ دونت. اي دونت ليسن تو ميوزك، انا كمان ما بسمعش موسيقى. دو هي بلاي، هي دي مفرد، تاخد دو في السؤال؟ لا بتاخد كلمة داز، بتاخد كلمة ايه؟ داز. الحاجات دي مهمة جدا جدا جدا. هنا بيقول لي she don't go swimming. طبعا she مفرد، والمفرد ما بياخدش don't، المفرد في النفي بياخد doesn't. دي الإجابة الإيه الصحيحة. does you، طبعا you دي جمع، ما بتاخدش does، بتاخد إيه؟ بتاخد do. بتاخد إيه يا حبايبي؟ بتاخد do. هنا بيقول لي we always played. طبعا we جمع، always مضارع بسيط. ها أنا قلت الجمع بياخد إيه؟ الجمع بياخد مصدر بس، والمفرد بياخد مصدر اس اي اس. اوكي طيب هنا الجمع هياخد ايه؟ الجمع هنا هياخد ايه؟ بدل بلايت هنشيل الاي دي، تبقى بلاي. تبقى ايه يا حبايبي؟ تبقى بلاي مصدر بس. اوكي هنا بعد كده بقى بيقول لي ايه؟ اسئله دايلوج. اسئله ايه يا حبايبي؟ دايلوج. خليكم كده معايا. هنا بيقول لي فينش ذا فولوينج دايلوج. علي وطارق، علي بيقول جود مورنينج هاو ار يو، الرد على اي هاو ار يو؟ اي ام جود. اي ام ايه؟ جود. ثانك يو. هتقول لي يا مستر طب ليه ما قلتش كلمه فاين؟ الاجانب اللي بيقول فاين معناها مش كويس، مش ايه؟ مش كويس. يعني لما اقول لك انت عامل ايه واقول لك ايه ترد تقول لي ام فاين، معناها ان انت مش كويس. الرد الصحيح هي كلمه جود، هي كلمه ايه؟ جود. وات نوت يور هوبي، هوبي دي مفرد، تبقى وات ايه؟ لما بنسال عن الهوايه بنقول وات از يور هوبي. رد طارق هنا هيقول اي لايك بلاينج نوت.
هيقول له where do you play chess، يبقى I like playing ايه هنا؟ ايوه كلمة chess دي هتطلع فوق، انا بحب لعب الشطرنج. هيقول له بتلعب شطرنج فين؟ هيقول له I usually play it not Fridays. المفترض دي تبقى وين على فكرة، when يعني بدل الار اللي هي ار اي ديت تبقى بدل ما وير تبقى وين. وين دو يو بلاي تشيس، بتلعب امتى؟ هيقول له اي يوجوالي بلاي ات ايه، ايام الاسبوع يا جماعه. الايام بيجي قبل منها حرف الجر اون، بيجي قبل منها حرف الجر ايه؟ اون. انا عندي اون ان ات، ايام شهور ساعات، يبقى on in at ايام شهور ساعات، on in at ايام شهور ساعات. طبعا ده يوم من ايام الاسبوع تبقى on، هتبقى ايه؟ on. هنا علي هيقول who not you play chess with، عايز يقول له بتلعب مع مين. طبعا ده مصدر والفعل المساعد في حالة المصدر بنقول له who do you play chess with، بتلعب شطرنج مع مين. نشوف المحادثة اللي بعد كده. هنا بيقول لي سلامة وفرح او فرحه. سلامة بيقول واتس يور انتس ايه، ردت قالت شي از ا نيرس. نيرس دي يا جماعه دي وظيفه، نيرس اللي هي ممرضه. لو نسأل عن وظيفه بنقول واتس يور جوب، واتس يور فلان جوب، يبقى دي هتبقى جوب وظيفه، خلاص جوب وظيفه. وات نوت شي دو، ها في هنا اس تحت قال لك شي هيلبس، يبقى الفعل المساعد فوق يبقى داز. What does she do؟ ماذا تفعل؟ خلاص بتعمل ايه؟ She helps not people، الممرضة بتساعد الناس الايه؟ المرضى، يعني ايه؟ ill people، ill. خلاص؟ او ممكن نقوله sick، او ممكن نقوله patient. كل دول معناهم مريض، كل دول يا حبايبي معناهم ايه؟ مريض. Does she not to music؟ music بيجي معاها فعل ايه؟ اسمها ايه to music يا جماعة؟ listen to music. هل هي بتستمع الى موسيقى؟ نو شي ايه، ناخد داز دي منفيه تبقى دازنت. نو شي دازنت، نو شي ايه يا حبايبي؟ دازنت. بيكمل هنا بين يوسف وعلي. يوسف بيقول وات نوت يور جراند فاذرز فاذر كولد، ما اسم، بنقول وات ايه يا جماعه؟ وات از يور كذا كولد. لما اقول لك مثلا ايه وات از يور فاذر cold، ابوك اسمه ايه؟ هتقول لي هي از كذا، خلاص الاجابه طبعا هتقول فاعل طبعا ان او از او ار cold زائد الاسم. هنا بيقول لي هي از نقط محمد، يبقى هي از ايه؟ cold محمد، هو يدعى محمد، هو اسمه محمد، هو اسمه يا جماعه محمد. هاو اولد از هي، بيسال هنا عن عمره، هنقوله هي از كام؟ He is not 75. عايز اقول ممكن اقول حوالي، حوالي، لان طبعا المفترض لما بجاوب بقول هي از 75 يعني عنده 75 سنه. طب عايز اقول عنده حوالي، تبقى هي از اباوت، دي معناها حوالي، اباوت دي معناها حوالي، خلي بالك. يوسف بيقول نقط هي بلاي تشيس، عايز اقول هل هو بيلعب شطرنج؟ قال يس هي داز، اداني الاجابه هي، تبقى هنا هنقول ايه؟ داز. خدنا داز دي طلعناها فوق، لان احنا بنسال بهل في المضارع البسيط بدو او داز، مع المصدر المفرد بنقول داز. وات از هيز نقط، قال هي از ا تيتشر، بيسال هنا عن وظيفته، وظيفه يعني ايه؟ جوب، لسه قايلينها من ايه؟ من شويه، اللي هي كلمه ايه؟ جوب. نكمل برضو مع بعض هنا. ماي سيستر لايكس سبورتس، اختي بتحب الرياضه. شي از ا فيموس ايه؟ جيمانست ولا رايتر ولا نيرس ولا اثليتكس؟ ها بتحب الرياضه تبقى ايه؟ جيمانست، لاعيبه جمباز. لعيبه يا جماعه؟ جمباز. افري اثليت، كل لاعب رياضي وونتس تو جو تو ذا ايه، اللاعبين الرياضيين بيحبوا يروحوا لايه؟ ماثيماتكس، فيزيكس، اثليتكس ولا اولمبيكس؟ ها بيحبوا يروحوا لايه؟ دوره الالعاب الاولمبيه اللي هي اولمبيكس، دوره الالعاب الاولمبيه. خلاص شفت اتكتب ازاي كلمه الاولمبيه، اوكي؟ طبعا هي كلمه اصلا اجنبيه فعادي تتكتب باي طريقه. Good students work hard to a their dreams. ها عايز اقول يحقق احلامه، اتشيف ولا سليب ولا فورجيت ولا واتش؟ ايوه هنا هنقوله للتلاميذ بيشتغلوا بجد عشان يحققوا ايه؟ يحققوا احلامهم. بيكمل هنا بيقول لي وي شود ايت نوت فود تو كيب فات، ناكل طعام ايه عشان نحافظ على اللياقه بتاعتنا؟ هيلثي، ان هيلثي، فرايد ولا فاست؟
ها ايوه اسمها هيلثي فود. طبعا ما هيلثي غير صحي، فرايد مقلي فاست اللي هو الطعام السريع، الوجبات الايه السريعه. My cousin is a not student in his class. He always gets high marks. ابن عمي شاطر في فصله، بيجيب الدرجات النهائية. بوتوم ولا توب ولا ميدل ولا اواي؟ عايز اقول القمة بتاعت فصله، الولد توب، الفايتر بتاع الفصل بتاعه، تبقى التوب. خلاص؟ My cousin is a top student in his class. Fathers should not between their work and families. ها عايز اقول الاباء، الجملة دي مهمة جدا، هتيجي في الامتحان. عايز اقول الاباء يجب ان هم ايه بين شغلهم وعائلتهم. ميك ولا ترين ولا بالانس ولا ستاي؟ ايوه هي بالانس، معناها يوازن. يوازن. حبيبي eats well because not is a difficult sport. حبيبي بتاكل كويس لان ايه رياضه صعبه. جيمانست، جيمانستكس، فيزيكس، ماس. الاجابه هنا تبقى ايه؟ جيمانستكس. طبعا جيمانست دي لاعب جمباز، جيمانستكس اللي هي رياضه الجمباز نفسها. I eat healthy food to stay a، باكل طعام صحي عشان ابقى ايه؟ weak, strong, unhealthy, poor. بياكل كويس عشان يبقى ايه؟ strong، قوي. strong اللي هي ايه؟ قوي. هنا بيقول I am sorry I can't meet you today. اسف مش هقدر اقابلك النهارده. I am too a. I am too a، مش هقابلك. يبقى I am free, empty, busy, helpful. الاجابه هنا هتبقى busy، معناها ايه؟ مشغول. عكسها طبعا امتي معناها فاضي، بس فاضي شيء، شيء فاضي. لما نقوله مثلا ايه حجره فاضيه مثلا، ان امتي روم. اوكي او ان ايه از ا روم ات ذا توب اوف ا هاوس. الجمله دي بتتكرر كتير، هتيجي ستير ولا هول ولا كيتشن ولا اتيك، حجره في قمه المنزل تبقى اسمها ايه؟ اتيك اللي هي الصندره. خلاص. نور نقط فيري هارد هي وونتس تو جو تو ذا اولمبيكس، عايز يروح الاولمبيات. يبقى ايه؟ بيلتس ولا ترينز ولا بريكس ولا سليبس؟ الاجابه هنا تبقى ايه يا حبايبي؟ ايوه اللي هي كلمه ترينز، اللي هي كلمه ايه؟ ترينز. اوكي. بيكمل هنا وبيقول لي روفان از ا ستوري اوف ا نقط جيرل شي هاد نو ماذر اور فاذر. طفله ما عندهاش اب وام، تبقى هابي كيرفول تشيرفول اورفان. ايوه الاجابه هنا هتبقى اورفان، يتيم. اوكي. اي ستادي نوت 5 اور 6 اورز ا داي، بذاكر ايه؟ خمس او ست ساعات في اليوم. اي ات ولا اون ولا فور ولا ويز؟ الاجابه هنا هتبقى ايه؟ هتبقى فور. انا بذاكر لمده، فور دي معناها لمده، ويز طبعا معناها مع، واون يعني على، وات يعني في، وطبعا دي برضو معناها فيه. اوكي. هنا بيقول لي نقط اور انيمالز ذات ار ذات لايك شيب، شكل الخرفان. داينوسورز، جوتس، باروتس، مونكيز. الاجابه هنا هتبقى ايه؟ جوتس. الميز شبه الخرفان، الميز شبه الايه؟ الخرفان، بس الميز غلس شويه. حبيبه از ا توب اي، حبيبه طب. حبيبه از ا توب اي، شي وونتس تو جو تو ذا اولمبيكس، عايزه تروح الاولمبياد. يبقى هي جيمانست ولا فيور ولا تيتشر ولا وركر؟ الاجابه هنا تبقى يا حبايبي ايوه جيمانست، لاعبه ايه؟ جمباز، في الايه؟ في القمه، من اللعيبه اللي هم الشطار جامد. هنا بيقول لي علي يوجوالي نقط فوتبول اون فرايديز. ها نقوله ايه؟ بلاي ولا بلايز ولا بلاينج ولا بلاير؟ ها يبقى هنا هنقول علي مفرد ويوجوالي مضارع بسيط، تبقى بلايز، ده خد اس اي اس. نقط ماي جراند بيرونتس ليف ان ابانوب، معرفش حته اسمها ابانوب. تو ولا بوث ولا ثري ولا توايس؟ ها يبقى بوث، كلا اجدادي عاشوا، كل من اجدادي، كل اجدادي عاشوا في ايه؟ في ابانوب. ماي بيست فريند از نقط حاتم، كولد ولا كولينج ولا كولد ولا كود؟ احنا قلنا لما نقول يسمى بنقول ام او از او ار، كولد زاد الاسم. يبقى الاجابه هنا هتبقى ايه يا حبايبي؟ كولد، اسمها ايه؟ كولد، يسمى او يدعى، يسمى او ايه؟ او يدعى. زير از ا سويمنج ايه نير اور هاوس، هناك سويمنج ايه؟ بول ولا بول ولا طول ولا مول؟ الاجابه هنا هتبقى ايه؟ اسمه سويمنج بول، حمام سباحه. He trains for 3 or 4 a every day، بيتمرن لمده 3 او 4 a hours ولا hour ولا hours ولا watches. watches دي ساعه يد، watch ساعه يد، دي غلط طبعا، دول الاثنين غلط. هي hours اللي هي ساعه، دي ساعه اللي هي 60 دقيقه. خلاص.
هنا بيقول لي most people eat lots of food with. الناس بتاكل طعام كثير مع ايه؟ cheese, milk, bird ولا bread؟ ها food with ايه يا جماعة؟ with bread. bread اللي هو الخبز. الناس بتاكل عيش مع خبز. بيرد دي معناها لحية، تمام؟ لحية. خلي بالك من النطق والكتابة لان الحاجات دي مهمة جدا. bread غير beard. اوكي بيكمل هنا وبيقول لي they work hard to not their school studies and their sports. ها عايز اقول يوازن، لسه واخدينها من شويه، تبقى بالانس، بيشتغلوا بجد لكي يوازنوا بين الدراسه والرياضه. اوكي ماي فريند از نوت، هي دازنت هاف فاذر اور ماذر، ما عندوش لا اب ولا ام، يبقى ايه؟ اورفان. الجمله دي بتتكرر، جمله اورفان، جمله اتك، بيجوا في الامتحانات، وانا نفسي لما بحط امتحانات بجيبهم فيهم، فيعني ايه اوتوماتيك كده، تخلي بالك من الكلمات ديت. ذا فيلم ميكس مي نوت هابي، عايز اقول الفيلم جعلني ايه؟ اشعر. تبقى فيل ولا فيل ولا فول ولا فاو؟ طبعا فول دي يقع او يسقط، يسقط من مكان عالي. فيل يرصب، يسقط يعني. كلمه فيل يشعر، يبقى هي الاجابه ديت. طب يا مستر فيل دي ايه التصريف الثاني من ديت؟ دي وقع او سقط، سقط من مكان عالي، ده الماضي من الايه؟ من فول، فيل، فولين. Farmers like to keep A to get meat and milk. بيحصلوا على اللبن والإيه واللحمة من إيه؟ goats, sheep, ducks, geese. يبقى هنا طبعاً الإجابة هتبقى goats. وهتقول لي يا مستر لحمة من الوز والبط، بس الوز والبط بيجيب لبن؟ ما بيجيبش لبن، بيجيب بيض بس. She has lots of A in the city. هي عندها A في المدينة، الكثير من الإيه؟ adventures, adventurous, adventurer ولا adventure. A lot of بيجي بعد منها اسم جمع تبقى ايه؟ adventures. عندها مغامرات كتير في الايه؟ في المدينه، كانت بتروح تركب مراجيح. A room at the top of the house is called، اوضه في قمه البيت اسمها ايه؟ attic. احفظ. She is very sad to be away not her family. Away ايه؟ اسمها away. From ولا for ولا by ولا with؟ الاجابه هتبقى from. Away from، بعيد عن. بعيد ايه عن. I like not basketball with my friends. Like يا جماعة ديت basketball ديت فيها كورة، فيها كورة، رياضة فيها كورة، تبقى playing. انا قلت الرياضة اللي فيها كورة playing، الرياضة العاب الكورة تبقى دو، واللي هي go اللي الرياضة اللي فيها ing. هنا بيقول لي mom never not football matches on TV. عايز اقول ماما ما بتتفرجش على ماتشات الكورة في الملعب، في الـ في الـ في, في التلفزيون. listens ولا writes ولا watches ولا runs، يتفرج او يشاهد، اللي هي طبعا كلمه ايه؟ watches، اللي هي كلمه ايه يا حبايبي؟ watches. هنا بيقول لي the children took not books from the teacher. ها books دي اسم، ايه اللي بيجي قبل الاسم؟ صفه الملكيه، تبقى their children، تبقى their books، تبقى their ايه يا حبايبي؟ their books. that television is not، ها نقط هنا في اخر الجمله، يبقى our ولا we ولا ours ولا us؟ اللي بيجي في نهايه الجمله ضمائر الملكيه، تبقى ours، تبقى ايه يا حبايبي؟ ours. هنا بيقول لي نقط is a place for people who are ill. الناس المرضى بيروحوا فين؟ بانك ولا بوليس ستيشن ولا مترو ستيشن ولا هوسبيتال؟ ايوه الاجابه هنا هتبقى هوسبيتال، المستشفى. My dad not in Egypt، he works in London. بيشتغل في لندن بابا، يبقى ايه في ايجيبت؟ ورك ولا وركس ولا دونت ورك ولا دازنت ورك؟ عايز اقول بابا ما بيشتغلش في مصر، بيشتغل في لندن، يبقى دازنت ورك. طب يا مستر ما خدناش دونت ليه؟ داد مفرد تاخد دازنت. هي نوت تو ذا ايربورت اون سانداي ايفنينجز. هي ايه؟ هي جوز ولا جو ولا جوينج ولا از جوينج؟ ها الاجابه هنا هتبقى ايه؟ هنا هنقول ايه يا حبايبي؟ ها هتبقى از جوينج تو ذا ايربورت اون سانداي ايفنينجز، هيروح يعني. ترتيب هنا، ترتيب في المستقبل. I not the piano very often. I طبعا ما تاخدش اس، ما تاخدش اي ان جي. I ما بتاخدش doesn't اصلا، يبقى بتاخد don't. طبعا دي غلط مع المفرد، اي ان جي ما فيش حاجه اسمها فاعل اي ان جي، واي ما بتاخدش اس او يس في الفعل. اوكي؟ هنا بيكمل وبيقول لي نقط ساره لايك تشيكن نو شي doesn't. يبقى انا هاخد كلمه ايه؟ does ولا is ولا was ولا has؟ الاجابه هنا هتبقى does يا حبايبي، الاجابه هنا هتبقى ايه؟ does، لان مديني في الايه؟ في الاجابه بعد كلمه no doesn't، نشيل الان تي وناخد does. She not safe when her dad is at home. عايز اقول هي بتحس بالامان لما ابوها بيبقى في البيت، تبقى felt.
طبعا دي مضارع فمش هناخد نقط، مفيش حاجه اسمها ماضي مع مضارع. طيب شيء مفرد ما تاخدش مصدر، هنا نقول فيلز ولا اس فيلينج، مضارع بسيط يبقى مضارع بسيط، فيلز مضارع بسيط مع مضارع بسيط. It not 2 hours to get there، عايز اقول يستغرق ساعتين للوصول هناك. It دي مفرد تاخد ايه؟ takes. طب يا مستر ما تاخدش ing ليه؟ ما فيش حاجة اسمها فاعل ing. It ما بتاخدش مصدر، ما فيش حاجة اسمها it تصريف تالت. خلاص ده بي ايه؟ ده بالنسبة للجملة ديت. He never not he can't swim. He never a swims swim ولا swims ولا doesn't swim ولا not swim. اولا never دي نفي، ما فيش نفيين في جملة واحدة، يبقى دول الاثنين غلط. الاجابه تبقى swim ولا swims مع هي swims، عشان هي دي مفرد. هي دي ايه يا حبايبي؟ مفرد. هنا طبعا بيقول لي read and correct the underlined words، صحح الكلمات اللي تحت خط. احمد watch football match on TV. ها احمد مفرد تاخد watch؟ لا تاخد watches، بنضيف لها اي اس. اي اس اللي هي مستر مش اس بس عشان منتهي بالسي اتش، فعلا لما يكون منتهي بس اس سي اتش اس اتش اكس او بنضيف اي اس. داز زي جامع تاخد داز؟ لا ما تاخدش داز، تاخد دو. تاخد ايه؟ دو. اوكي تبقى دو زي بلاي فوتبول. هاو اوفن دو هاني مفرد تاخد دو؟ لا تاخد داز. خلاص هاو اوفن داز هاني جو سويمنج، هاني بيروح السباحه قد ايه؟ اوكي هنا بيكمل وبيقول لي Do you like watching drama in TV؟ لا مش in TV، اسمها on TV. طيب يا مستر ايه الفرق بين on TV on the TV؟ دي معناها في التلفزيون، في التلفزيون يعني معروض على التلفزيون. on the TV معناها فوق التلفزيون، فوق التلفاز، فوق التلفاز يعني حاطط الحاجه فوق التلفزيون. on the TV خلاص يعني عامل نظام ايه ترابيزه يعني. that isn't hers mobile، ها ده اسم يجي قبل منه ضمير ملكيه؟ لا صفه ملكيه، بنشيل حرف الاس تبقى هير. طيب علي lives on a small house، ها lives on lives in a small house، live in يا جماعه live ايه in. What often ما اسمهاش what often من غير ما نكمل قراءة، اسمها how often، اسمها how ايه؟ often. كم عدد المرات؟ how often do you feed the birds؟ بتاكل الطيور كم مرة؟ خلاص؟ هنا بيقول لي does أحمد walking، أنا عندي do و does و did بيجي بعدهم المصدر، هنشيل الـ ing هتبقى walk، هتبقى إيه يا حبايبي؟ walk، أوكي؟ Heidi live in the attic، ها Heidi دي مفرد تبقى live؟ لا لازم نضيف حرف الـ s أو الـ es تبقى lives. How many does علي play football؟ قال لك once. once دي معناها مرة، twice مرتين، thrice ثلاث مرات. ولما نقوله مثلا عدد وكلمة times، كلمة times دي معناها مرات، معناها ايه يا حبايبي؟ مرات. طيب طالما في once يبقى how ايه؟ how many؟ لا how often، هتيجي في الامتحان. خلاص؟ دي هتيجي في الامتحان ان شاء الله، ركز بس معايا. Do she listen to music؟ she مفرد تاخد does، ما تاخدش do. He don't؟ لا هتاخد doesn't. هتاخد ايه يا حبايبي؟ doesn't، عشان هي مفرد، عشان هي ايه؟ مفرد. نحل مع بعض أسئلة الدايلوج ديت. هنا بيقول لي finish the following dialogue. حبيبة وندى، حبيبة بتقول where not you live؟ you تاخد ايه؟ ها؟ هتبقى do. where do you live؟ أين أنت تعيش؟ رد قال I live in Cairo not my family، عايز أقول مع، احنا لسه قايلين حروف الجر مع يعني ايه؟ with. يبقى عندي كلمة with، لما نقول with وبط، عارفين كلمة with؟ عارفين الوز؟ with وبط مع لكن، مع ايه؟ لكن، احفظهم with وبط مع لكن، with وبط مع ايه؟ لكن. هنا have you got a brother or a sister؟ عايش مع عيلتي في القاهرة. قالت له ها، قالت لها عندك أخ أو أخت؟ قالت yes I not got a brother. I ايه؟ أيوه I have got a brother. طيب هبقى اسيب لكم برضه في فيديو اللي هو حل المحادثات، حل المحادثات هسيبه لكم يا جماعه في الوصف، شوفوه مهم جدا وهيساعدكم جدا. حبيبه نقط، حبيبه تقول نقط از يور هوبي، لما نسال عن الهوايه بنقول ايه؟ بنقول وات از يور هوبي. قالت اي لايك تو جو ايه؟ انا بحب ان انا اذهب ايه؟ جو ممكن اقول هايكنج مثلا، هايكنج بحب ان انا ايه؟ اتنزه، دي واحده. او ممكن نحط رياضه مثلا سويمنج،
انا بحب ان انا ايه اروح سويمنج، مع انها هي قالت هوبي هوايه، ممكن هايكنج هي اللي تمشي خلاص، بس سويمنج صح برضو مش ايه مش غلط. المحادثه اللي بعد كده بتقول يوسف وحازم واتس يور فازرز ايه، قال له كولد تحت وات از يور فازرز ايه، ها بيسالوا عن ايه يا جماعه، عن الاسم وات از يور فازرز نيم. طب يا مستر ما كتبتش كلمه كولد ليه، كنا قلنا وات از يور فازر كولد من غير الاس الابوستروفي ديت، لو حط لك الاس الابوستروفي تبقى نيم، يبقى هي ايه، هي از كولد وليد. يوسف هيوم قايل له نقط اولد از هي، لما بنسال عن السن بنقوله ايه، هاو اولد از هي، قال له 39 عنده 39 سنة سني بالظبط. يوسف هنا هيقوم قايل نقط does your mom do، عايز يقول له ماذا تعمل والدتك، ماذا اللي هي وات، هيقول له she is a نقط at a big school، she is a ها اللي في المدرسة اسمه ايه teacher او head teacher او master او mistress او head master، كل دي طبعا ايه اجابات صحيحة. برضو هنا بيقول لي علي وتورست، علي تورست معناها سائح اوكي. علي بيقول نقط ار يو فروم، عايز يقول له انت منين، اين تبقى وير، وير ار يو فروم، انت منين، هيقول له اي يو. بصوا يا جماعه انا عندي ار يو دي في السؤال بتحول الى اي ام في الاجابه، يبقى اي ايه، اي ام فروم انجلاند اوكي. علي هنا هيقول دو يو نقط عربيك، هيقول له نو اي دونت. علي بيسال السائح بيقول له هل انت ايه عربي، ها يتحدث اللي هي speak، هل انت بتتكلم عربي، هيقول له نو اي دونت. علي هيساله سؤال هيقول له نقط از يور هوليداي، هيقول له اتس نوت ساتردي اند ساندي، ده وقت، يبقى نقول له وين، متى، وين از يور هوليداي، اتس ساتردي السبت، ساندي الاحد، اتس ايام الاسبوع، بيجي قبل منها حرف الجر ايه، اتس اون، اتس ايه يا حبايبي، اون. هنا الويتر اللي هو طبعا الجرسون واسامه، الويتر بيقول نقط would you like to have sir، هيقول له I would like meat and nuts، يبقى هنا هيقول له ايه، ماذا تود ان تأكل يا سيدي، ماذا اللي هي what، اللي هي ايه what، what would you like to have sir، قال له I would like meat and ايه، اللحمة بيجي معها ايه يا جماعة، and rice، لحمة ورز طبعا خلاص، لحمة وايه ورز، ربنا يقربنا منها. would you not some fish، would you ايه فوق، would you ايه يا جماعه، would you like some fish، تحب تاكل سمك، هيقول له I don't ايه fish، عايز اقول له ما بحبش السمك، يبقى I don't like fish. I will have lamb اللي هو لحم الايه الحمل او الخروف الصغير، الخروف الصغير اوكي. قال له and what would you like to not، تمام، what would you like to ايه، قال له كافيه، الكافيه دي قهوه، بنعمل ايه احنا في القهوه، ايوه drink. طب يا مستر ممكن نقوله هاف، ممكن نقوله هاف، ما هم يساووا بعض، يتناول او يشرب، يتناول او ايه او يشرب. محادثه مهمه جدا. هنا بيقول لي برضو شريف ونبيل، هلو نبيل هلو شريف، خلصنا طبعا سلامات طيبون. واتس يور انكلز ايه، قال له هي از ا بزنس مان، شغله، يبقى بيسال عن الشغل، يبقى واتس يور انكلز ايه جاب، واتس يور انكلز ايه جاب، ده بالنسبه لايه لديت. هنا قال له هي از ا بزنس مان، رجل اعمال، هيقول له نقط داس هي ورك، قال له ان ا تورست ايه، يبقى اين يعمل، يبقى وير خلاص، هيقول له ان ا تورست ايجنسي خلاص، في وكالة ايه سياح او وكالة سفريات او كلام من ده، او اتورست اوفيس مثلا مكتب، بلاش دي تقيل عليكم، خليها ايه اوفيس اللي هي ايه مكتب. از هي مارد، هل هو متجوز، في السياحة طبعا اكيد هيقول له نو ايه بقى، مع از تبقى ازنت، بننزل طبعا الفعل المساعد نفي بعد نو وبعد يز بتبقى ايه اثبات. هي از ايه، مش متجوز، يبقى هي از ايه سنجل، سنجل معناها اعزب خلاص، بتساوي كلمه باتشلر، بتساوي كلمه ايه يا حبايبي، باتشلر اوكي. اخر محادثتين معايا، واتس يور فازرز جوب، وظيفه ابوك، قال له هي از نوت انجينير، فاضل لي هنا ا او ان، نحطه هنا ان ليه يا مستر، عشان حرف الاي متحرك، هي از ان انجينير، هو مهندس. هاو نوت سيسترز اند براذرز دو يو هاف، ها هاو ايه اسمها، هاو ايه لما بنسال عن العدد، هاو ميني، عندك كم اخ وكم اخت،
قال له two sisters عايز اقول واخ and one brother. هنا هيقول له نقط يو لايك تو بي ان انجينير تو، هيقول له نو اي وودنت. يبقى انا هاخد كلمه ايه احطها ايه وود، لان طبعا لما بيجي نكون بناخد بنشيل النو يس او نو ونقول ايه الفعل المسال يطلع في الاول وبعد كده الفاعل، الفاعل هنا اي يتحول الى يو. خلاص اي وود لايك تو نقط ا دكتور تو بي ا دكتور، انا مش عايز ابقى ايه مهندس، انا عايز ابقى ايه دكتور. نهى وإيمان، نهى بتقول what's your brother A؟ قال his name is عادل. what is your brother A؟ name ولا called؟ هنا نقوله called. ليه يا مستر؟ لأن لو حطيت لي أبوستروف في كده كنا قلنا name، عايز أقول اسم أخوك، هنا معناها ما يزاي يدعى أخوك تبقى عادل. is he older not you؟ أنا قلت لما ألاقي ER، بصوا يا حبايبي عندي لما ألاقي ER بيجي بعد منها كلمة زان، بيجي بعد منها كلمة إيه؟ زان. يبقى older than you، هل هو أكبر منك؟ no he isn't، he is a not person in the family، مش أكبر، عايز تقول هو أصغر، تبقى he is the youngest. أوكي؟ هنا نوها هتقول how not is he، هتقول he is 6 years، عنده 6 سنين. يبقى how إيه لما نسأل عن السن، how old is he؟ he is 6 years، إيه الكلمة اللي بتبقى هنا ننزل كلمة old دي في الإيه؟ في الحتة دي. دي كانت مراجعة سريعة على منهج يعني كلمات وجرامر أول إعدادي، يعني دي ليلة الامتحان. أنا هسيب لكم المذكرة دي إن شاء الله في وصف الفيديو، يعني هتنفعكم جدا، فيها امتحان على فكرة، تمام، هبعمل له فيديو خاص، وفيها إزاي تكتب باراجراف، وفيها طبعا الكلمات المهمة والقواعد المهمة. أتمنى إنكم تستفيدوا منها، هي تقريبا يعني إيه عدد من الأوراق كويسة جدا هتستفيدوا منها إن شاء الله بإذن الله، وهتقفلوا مادة اللغة الإنجليزية. قبل ما نقفل سمعوني الصلاة على النبي مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية، تمام، يعني دي عشان تبقى في ميزان حسناتي وفي ميزان حسناتكم. وارد كمان ما تنسوناش بالدعاء طبعا بالايه بالشفاء، وارد كمان تدعونا بالخير، واللي لسه مشتركش في القناة يشترك فيها واعملوا لايك للفيديو وشيروه للكل عشان خاطر الفائدة تعم الجميع. كان معكم مستر حمد الحارس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.